اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله اكبر. شايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. لسه طالع يا جماعه اعلف الطيور زي ما انتم شايفين كده. سمعت صوت طالع من العشه دي اللي فيها الروميه. ايوه الكنز المنتظر، فأس بيض الفراخ البراهمه، وكمان فأس بيض الرومي الامريكي مع الرومي البلدي. في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده هنشوف ربنا رزقنا بايه من الفرخه. بس قبل اي حاجه ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في قناتنا يوماتي في مزرعه الاو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واي حد عاوز اي طيور يا جماعه يكتب لي في الكومنتات، واللي عايز ان شاء الله من الرومي ده او من الفراخ البراهمه يكتب لي في الكومنتات. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد واكبر عدد من الناس تشوفه. وكمان في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده هنتكلم عن شويه معلومات تعملوهم للطيور عندكم وهي رائده، سواء البط سواء الرومي سواء الوز، اي طيور عندكم رائده اعملوا لها شويه الحاجات دول عشان ربنا يكرمكم ان شاء الله، والبيض بتاعهم كله يفقس مع بعضه. تمام. بس يعني حصل برضو حاجة كده مش ظريفة هنشوفها في الفيديو ده ونعرف مع بعض كل حاجة. وعندي لكم مفاجأة برضو، ان الوزة بتاعتي الرصاص اللي هناك دي اللي كانت باضت وفقست من فترة، هي واختها رجعت باضت تاني دلوقتي، اللي هما كانوا ولادها ماتوا. تمام. وحطينا اهو، وكمان البطة الرومي البطة التركي رقدت، البطة التركي الحمراء رقدت. هنشوفها مع بعض ونشوف الرومية في العشة اللي هناك دي. يلا بينا ندخل نفتح العشة ونسمع الصوت بتاع الكتاكيت الجميلة ونشوف ربنا رزقنا بايه. يلا بينا. فيلا بينا بقى ايه نشوف الرومي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده يا جماعة وندخل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله اكبر. شايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هنرفع دلوقتي ونشوف ربنا رزقنا بقى منها رومي وفراخ. تمام. واقول لكم على حاجه يعني زعلتني شويه بس الحمد لله. تمام. طبعا قشر البيض اهو انا مخليه لكم علشان اصوره لكم وتشوفوا الفأس، وان هو بسم الله ما شاء الله خارج. تمام. اهو قشر البيض اهو ماشي، ودي البطة الرومي التركي عشان برضو الناس اللي هتسألني عليها. البطة الرومي التركي رقدت اهي، وان شاء الله ربنا يطعمنا منها خير. تمام. فيلا بينا نسمي الله كده ونشوف الرومية تحتها ايه حلو، ونسمع الصوت الجميل ده. اللهم صل على النبي. الله. هاي يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بس 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 دهكت الكتكوت يا بنت المتخلفه عشان هطلعها. تمام. بس يا جماعه الرومي اللي هي طلعته اهو هو ده شكله التايجر ده. تمام. طبعا هي كانت بيضه 9 بيضات ماشي، في 3 اتكسروا والسته طلعوا امبارح 6 روميات ماشي. لكن انا اتفاجئت النهارده الصبح ان هما الموجودين تحتها 4 بس، مع انهم كانوا 6 وكانوا ناشفين وكانوا حلوين وطبعا خارجين عرقانين. وقشر البيض بتاعهم اهو، ده قشر بيض الرومي اهو اهو، قشر بتاع البيض ناشف وكويس وسليم وما فيهوش حاجه خالص ماشي. لكن اتفاجئت ان في بطين من بتوعها مش طالعين، يعني قصدي اتفاجئت ان في بس كتاكيت مش لاقيهم ماشي. ده بالنسبة للرومي. بالنسبة لبيض البراهمة انا كنت حاطط 10 بيضات براهمة، طلع منهم ايه اهو، طلع منهم اهو. شايفين بيض البراهمة، شايفين الكتكوت ورجله وريش اللي في رجله اهو. بصوا اهو، وده برضه، واشكالهم اللهم صل على النبي. تمام. اما طلع 6
ستك هتاخد برامه ماشي اهم. اما البطان دول ما طلعوش، تعالوا كده نشوفهم. بصوا يا جماعه البطان دول ما طلعوش، شايفين رايقين. الجنين فيهم ميت، الجنين فيهم ميت قديم، ميت بايظ، يعني جاز البيضات دول بايظين. ماشي، انا بقى والله ما اعرف يا جماعه الرميتين اللي كانوا تحتها دول راحوا فين صراحه. هي هالرميه هي، لكن انا ما اعرفش الجوز الرميات اللي كانوا تحتها دول راحوا فين. فتعالوا بقى كده ندخل نقول على الحاجات اللي كنت بعملها ليهم او للبيض، عشان بسم الله ما شاء الله يفرز كده كله مع بعضه. هي الفرخه الرميه، وناخد الكرتونه دي نجيب الرومي فيها. طبعا يا جماعه قلت لكم علشان ربنا يكرمكم والبيض كله يفقس مع بعضيه حطوا ملح. من اليوم 25 كده رشوا ملح على البيض ورشناه مع بعض، اللهم بارك. وبسم الله ما شاء الله النهارده اهو، وامبارح طلع الكتاكيت البرامه دول طالعين من امبارح، من اول امبارح يا جماعه. اما الرومي طلع امبارح ماشي، حتى البرام انا كنت عامل لهم الاكل اهو شايفين، وان هم بياكلوا اللهم صل على النبي، وحجمهم كبير ماشي. الرومي طبعا انا زعلان طبعا على جزر الروميات اللي راحوا، وكمان زعلان ان انا ما لحقتش اصوره من امبارح ليكم، بس الحمد لله تمام. العش بتاعها اهو ما فيهوش اي حاجه خالص، ومش واقعين ورا ولا كده، هم حاجه لقطتهم يعني، حاجه لقطتهم ماشي. طبعا انا كده خلاص اخدت الرومي اهو، وخدت الفراخ البراهمه امهم. لو انا عايز احملها بيض تاني اقدر احملها، يعني ايه؟ يعني لو عايز انا احط لها بيض تاني اقدر ان انا احط لها، لكن انا مش هحط لها بيض. حتى شوف هي عايزه ايه، عايزه ترقد على البطه التركي، او هتتجنن على ولادها وهترقد في الخن بتاعها تاني. لكن انا هعمل ايه، هقفل كده واسيبها بقى تطلع، بس عيني تكون عليها باستمرار واخلي بالي منها. وشوفوا شوفوا يا جماعه معايا في الفيديو، هوريكم دلوقتي الوزه وهي بتبيض تاني، والذكر وقفله، وباقي الوز وقفله، بس ان هما بيساعدوها. شوفوا هظهر لكم فيديو عليها بالتفصيل، وعم بيضها على الكرسي ان شاء الله. هي هتبيض، هي عايزه تبيض على الكرسي، لكن انا مش هعمل لها خن عشان ايه، عشان اصور لكم الفيديو عليها ان شاء الله. طبعا يعني يا جماعه ده الديك الرومي الامريكي اللي كان بيكسر الروميه البلدي دي، وده الانتاج اللي طلع من تحتي اللي هو ده، ده الانتاج اللي طلع من تحتيهم. بسم الله ما شاء الله رومي تايجر، بس في ابيض كتير، يعني في ابيض كتير لان ابوه يعتبر امريكي ماشي. هم الاربع هم مدل اللي ربنا رزقنا بيهم مع البرامه. لو حد عايز دول او دول يكتب لي في الكومنتات، وكل حاجه وليها سعرها، وربنا يبارك للجميع. هنسيب امهم بقى كده ونطلعها خلاص، مهمة خلصت يا ست الكل، هم ولادكم بس. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، دمتم في امان الله ورعايته.